عليهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها وما نتنزل له ما بين أيديهم ويقول الإنسان أإذا ما إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.